يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتب أحدهم قصيدة ذكر فيها أبياتا يبتدئها بيا سيدي رسول الله ويا رسول الله، لما سئل قال هذا خطاب استحضار، فهل يسلم له في ذلك؟ لا، هذا ما ورد، إنما ورد هذا في التشهد فقط، نحن نقتصر على ما ورد، مع أن هذا فيه ما فيه، ولو قال إنه ما يريد كذا هذا لا يجوز. نعم.